أبنائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم تسجيل مادة تقنية المعلومات للصف الثالث ثانوي تخصص علمي. اليوم إن شاء الله هنتكلمه ونواصله شرح الفصل الرابع اللي هو يتكلم على تطبيقات برمجية باستخدام لغة بيزك المرئي. تكلمنا في الحصة الماضية عن واجهة بيزك المرئي وعددنا مكونات واجهة بيزك المرئي وكيف نحن نقدر نشغله بيزك المرئي، وتكلمنا أيضا عن حاجة اسمها شريط أدوات التحكم اللي يستخدم لتصميم واجهة المستخدم، وتطرقنا أيضا إلى بعض الأدوات اللي تكلمنا عليه زي المؤشر وأداة صندوق النص وأداة العنوان، كذلك أداة زر الأمر وأداة الإطار. تكلمنا أيضا كيف يمكن أن نظهر شريط الأدوات إذا كان مختفي عندي، وكيف نقدر نضع أدوات تحكم على النموذج. كذلك تكلمنا على نافذة مستكشف المشروع اللي تستخدم للتبديل بين النموذج، شاشة النموذج والكود اللي هو محرر الكود. تذكرنا أيضا شريط القوائم وعرفنا كقوائم مجموعة القوائم شنو هي، وكذلك شريط أدوات التول بار. أيضا تكلمنا على نافذة الخصائص وكيف نقدر نظهر نافذة الخصائص، وكيف نقدر إذا كان اختفت كيف نقدر نرجعها. كذلك تكلمنا عن بعض الخصائص زي خاصية الكابشن وكيف نقدر أنا نغيرها. اليوم إن شاء الله حنتكلم على بعض الأدوات أو اللي موجودة أو بعض الخصائص اللي موجودة في الأدوات في البيزك المرئي. بعض الخصائص عندنا حنتكلم على خاصية نيم، طبعا حنتكلم نظريا في البداية وبعدين حنجربه عمليا كيف نقدر نغير الخصائص، وكيف نقدر نتكلم أيضا حنتكلم على الأحداث والطرق. خاصية نيم، طبعا خاصية نيم تسمح هذه الخاصية بإعطاء اسم لأداة التحكم وهو الاسم المستخدم داخل البرنامج، معناها الاسم اللي يستخدموه في البرمجة أثناء كتابة البرمجة نستخدمه الاسم الموجود في خاصية نيم. الباك كولر أيضا تستخدم لاختيار لون الخلفية الباك جراوند لأداة التحكم أو النموذج. الكابشن وهي تعطي عنوانا ظاهريا، الاسم الظاهري يعني موجود على شاشة المستخدم ولكن فعليا يشتغل بالاسم اللي هو موجود في خاصية نيم. يبقى خاصية كابشن تعطي اسما ظاهريا، عنوانا ظاهريا يظهر أمام المستخدم، لكن في داخل البرنامج الاسم اللي موجود في نيم هو اللي نستخدمه. الفونت طبعا يتستخدم للخط وكيف يمكن من خلال هذه الخاصية تحديد نوع وحجم الخط. والفور كولر تستخدم للون النص المكتوب. طبعا نحن نشرحه نظريا على السريع وبعدين ان شاء الله حنتعرفوا كل حاجة كيف نقدر نستخدموها عمليا. نافذة النموذج طبعا هي اكبر شاشة وتكلمنا عليها من قبل، انها هي تعتبر كيف الورقة بالنسبة للمهندس أو للرسام، بالنسبة للمبرمج شاشة النموذج هي الصفحة اللي يقدر يصمم بها شاشة، يختار الأدوات المناسبة ويضحن على الفورم بيش نقدر نصمم واجهة للمستخدم. حنبدو نتكلموا اليوم عمليا كيف نقدر نضيف نموذج وكيف نقدر نلغي نموذج. طبعا عرفنا من المرة الماضية ان الشاشة هذه هي شاشة فيجوال بيزك، وعشان نفتح شاشة الفيجوال بيزك نختار الاختيار اوبن، ومجرد ما نختار اختيار اوبن هنلاحظ ان تطلع عندي الشاشة. عرفنا شنو الادوات، هذه شريط القوائم والادوات، شريط ادوات التحكم اللي يستخدم للتصميم، هذا النموذج، وهذا وبالنسبة لهذا اللي هو الشاشة مستكشف المشروع، وعندنا الصندوق هذا اللي هو صندوق مربع الخصائص اللي هو مربع الخصائص. الفورم لما أنا نبي نضيف فورم، يعني مرات في النموذج متاعي أو في المشروع متاعي نحتاج أكثر من فورم. إذا كان أنا في المشروع محتاج أكثر من فورم، عرفنا أن الاسم اللي موجود هنا فورم 1 هو افتراضيا يعطيها اسم فورم 1، افتراضيا يعطيها اسم فورم 1، وإذا كان فتحت فورم ثانية حيعطيها اسم فورم 2، وإذا كان فتحت فورم ثالثة حيعطيها اسم فورم 3، إلا إذا كان أنا غيرت الاسم متاعها في خاصية نيم.
ركز معايا ان البروجكت نتاعي الفورمز نتاعها هنا عباره عن فورم وحده فقط، عباره عن فورم وحده فقط. لما انا نبي نضيف فورم نقدر من اختيار بروجكت، من بروجكت نلقى عندي اختيار اسمه اد فورم، من بروجكت نقدر نختار اد فورم. لاحظ ان الاداه اللي مرسومه هنا، الاداه اللي مرسومه قدام اد فورم ايضا موجوده في شريط الادوات. يعني انت باش تضيف فورم تقدر من بروجكت تاخذ اد فورم، او من شريط الادوات تختار الاداه اللي هي مرسومه هنا. نفس الاداه نقدر نختارها عشان نضيف فورم. لو خذيت انا اد فورم لاحظ انه يفتح لي شاشه مربع حواري مكتوب اد فورم ويعطيني مجموعه اختيارات. من ضمن الاختيار فورم، انا نبي نضيف فورم عباره عن نخليه على فورم ونجي على اختيار اوبن. لاحظ انه يفتح لي فورم ثانيه، لاحظ انه فتح لي فورم ثانيه. اصبح عندي فورم 1، اصبح عندي فورم 1 وفورم 2، اصبح عندي فورم 1 وفورم 2. لاحظ انه في مستكشف المشروع اضاف فورم ثانيه، اضاف فورم ثانيه في مستكشف المشروع. لو انا حبيت نضيف فورم ثالثه ممكن نستخدم بدل بروجكت ايضا، نقدر نجي على الاداه هذه. ركز معايا على الاداه، بمجرد ما نجيب لها المؤشر متاع الماوس لاحظ انه هو شنو يدير لي، يدير لي اد فورم، يعطيني الهنت متاعها، الوصف متاع الاداه. يعني عشان يسهل لي كتب لي اد فورم، فمجرد ما ندير كليك عليها ايضا نفس الشاشه اد فورم ونقول له اوبن، ايضا اعطاني فورم ثالثه، اعطاني فورم ثالثه بالشكل هذا، اوجدنا فورم ثالثه. وممكن طبعا عرفنا كيف نضيفه، لاحظ اني عندي فورم 1 فورم 2 فورم 3، يعني عندي ثلاثه فورم. نقدر انا نحذف وحده منهم. كيف نقدر نحذف وحده منهم؟ كليك يمين على الاداه بالماوس، كليك يمين على الاداه بالماوس او على الفورم اللي بنحذفها، مجرد ما ندير كليك نلقى حاجه عندي هنا اسمها ريموف او ريموف فورم 3، ريموف فورم 3 يعني حذف او احذف الفورم 3. مجرد ما نقول له كليك عليها يقول لي هل انت متاكد انك تبي تحذف؟ نقول له يس، اسف، نقول له، مجرد ما نقول له احذف يقول لي هل انت تخزنها؟ نقول له نو ما تخزنهاش. فشنو بيصير؟ حيحذف الفورم 3، حيحذف الفورم 3. اصبح عندي اثنين فورم، فورم 1 وفورم 3، فورم 1 وفورم 2، فورم 3 حذفنا، فورم 1 وفورم 2 هذين اللي موجودات حذفنا فورم 3. كيف حذفنا؟ درنا كليك على الفورم وخذينا ريموف فورم، خذينا ريموف فورم. يعني عرفنا كيف نضيف فورم من بروجكت اد فورم او من شريط الادوات، من شريط الادوات نختار الاداه هذه اللي هي ايضا اضافه فورم. يعني ممكن من هنا وممكن من هنا، زي ما انت يعجبك. ممكن من شريط الادوات اضفت فورم نبي نحذفها بالشكل هذا، درت اوبن، اضفت فورم 3 نبي نحذفها، كليك يمين ريموف الفورم اللي انا اخترتها. واضح الكلام؟ اوكي، نرجع مره ثانيه للشاشه بتاعنا بتاع الشرح بتاعنا. عرفنا كيف نضيف فورم نظريا، اضافه نموذج للمشروع، معناها نقدر نفتح قائمه بروجكت زي ما قلنا، ثم نختار الامر فورم زي الشكل هذا، بالشكل هذا زي ما خذيناه عمليا، يظهر مربع حواري بعنوان اد فورم، ثم نختار كلمه فورم. المربع الحواري اللي هو شفناه اللي هو هذا، مجرد ما نحط على فورم ونقول اوبن نفتح الفورم متاعي، نلقى عندي فورم ثالثة أو ثانية تم إضافتها. عشان نحذف الفورم زي ما قلنا ندير كليك على الفورم، نختار ريموف فورم متاعي ونقول له نعم احذفها، طبعا حيحذف الفورم متاعي. حنتكلم نظريا على حاجة اسمها الأحداث. الأساسيات في الباب الرابع، الأساسيات في الباب الرابع إنك تفرق بين حاجة اسمها الأحداث، حاجة اسمها الخصائص والطرق. لابد نعرف شنو معنى حدث وشنو معنى خصائص وشنو معنى طريقة. الحدث
هو فعل يقوم به المستخدم مثل النقر على زر الفارة كليك، يعني تقدر تربط عمل معين بحدث معين، نربط عمل معين بحدث معين، يعني مثلا عند النقر على أداء نفذ شغل معين، عند النقر على أداء نفذ شغل معين، يعني الشغل هذا أو البرنامج هذا أو الجزئية هذه من العمل ما تمش تنفيذها إلا في حالة النقر على الحدث. يبقى الأحداث شنو هي؟ الحدث هو فعل يقوم به المستخدم مثل النقر على زر الفارة أو فوق أداة من أدوات التحكم مثل الأزرار أو القوائم أو الأشياء، وينتج عنها رد فعل معين، يعني تدير حدث معين يتم رد فعل معين أو إجراء معين وراء الحدث هذا أو إنهاء التنفيذ. زي مثلا نحط بطمة أو زر كوماند ونسميه إغلاق، مجرد ما ندير كليك عليه يتبع عملية الإغلاق ويقفل الشغل متاعي. هذا الإجراء يكون مكتوبا بشكل كود وحنعرفه كيف نديره ضمن إجراء نسموه بروسيجر، يبدأ بجملة صب وينتهي بجملة إند صب. زي شنو الحدث؟ زي فورم كليك عند النقر على الفورم، كوماند كليك عند النقر على الكوماند، فورم لود عند تحميل الفورم. نحن نشرحوه نظريا لان وبعدين ان شاء الله نشوفوه عمليا. زي الشاشه هذه فورم لود، فورم لود هذا نحن نسموه حدث، سموه حدث. احداث زي شنو؟ عملي على سبيل المثال كليك، يعني النقر مرة واحدة يحدث عندما ينقر المستخدم فوق أداة معينة. يعني ممكن تبرمج بطمة أنها تدير إجراء عند النقر كليك واحد، ممكن تبرمج بطمة ثانية أن عندما يصير عليها النقر دي بي معناها دبل كليك، النقر المزدوج يحدث عندما ينقر المستخدم نقرا مزدوجا فوق الأداة. طبعا للنماذج اللي هي الفورم عندها مجموعة كبيرة من الأحداث، زي حدث لود. الحدث لود ما يشتغلش إلا مع الطريقة شو، عادة ما يشتغلش إلا مع طريقة نسموها طريقة شو. هنشرح مثال عملي إن شاء الله على الكلام هذا يوضح ويسهل شرح الأحداث والطرق. شنو هي الطريقة؟ الطريقة هي عبارة عن وظائف جاهزة، مش زي الخصائص. الخصائص الخاصية لها قيمة متغيرة، خاصية لها قيمة متغيرة. يعني على سبيل المثال زي ما غيرنا خاصية الكابشن، جينا قلنا label 1 dot caption تساوي كذا، يعني نقدر نعين قيمة للخاصية، الخاصية نقدر نعين لها قيمة. بينما الوظائف لها وظيفة محددة فقط، مش زي الخاصية. الخاصية قد تأخذ قيم مختلفة، ولكن الطريقة تأخذ قيمة واحدة فقط ومحددة. يعني زي طريقة مثلا نقوله دراج أو موف، موف معناها حرك، أو إظهار شو، أو هايد إخفاء، يعني أنك تظهر الفورم أو تخفيها أو تحرك أداة أو قطعة من مكان إلى مكان. ودائما الطريقة زي الخاصية تفصل بين الأداة والطريقة متاعها هي النقطة، يعني نقوله فورم دوت شو، فورم دوت شو النقطة هي الفاصل. زي هنا فورم 1 دوت شو، النقطة اللي موجودة قدامنا تفصل بين اسم الأداة والوظيفة نفسها، والوظيفة نفسها. طبعا عندنا ملاحظة، لما أنت تكتب الأداة بشكل صحيح، مثلا كتبت فورم 1 بشكل صحيح، هتلاحظ ان مجرد ما تدير دوت يعطيك مجموعه الخصائص والطرق اللي تشتغل عليهن الفورم هذه، او اللي يتبعا للفورم، او اللي يتبعا للكوماند، او اللي يتبعا للليبل. حسب كل اداه عندها خصائص وطرق مختلفه. فالطريقه هذه مجرد ما ندير دوت يعطيني قائمه، ومجرد ما نضغط الحرف الاول، مثلا ضغط حرف السي، هيعطيني جميع الخصائص والطرق أو الخواص والطرق اللي تبدأ بحرف سي. ضغط الحرف الثاني هيبدأ كل مرة لأنه يصلني للأداة أو الخاصية أو الوظيفة اللي أنا نبيها. الخاصية هذه أو الطريقة هذه يسموها خاصية الإكمال التلقائي، Auto Complete، Auto Complete. في فرق بين الخاصية
والطريقة اللي هي الوظيفة. طبعا نقول لها طريقة ونقول لها وظيفة، في فرق. شنو هي الخاصية؟ خاصية هي متغيرات لأداة معينة تأخذ قيما معينة في أثناء تصميم برنامج أو أثناء تشغيل البرنامج. زي شنو؟ زي لما نقوله form1.caption تساوي welcome. لاحظ أني عندي اسم الأداة .caption، caption اللي هي خاصية تساوي welcome، يعني نحن عيننا كلمة welcome للاسم الظاهري اللي هو الكابشن للفورم 1. فهذه نحن نسموها خاصية لأنها تأخذ قيما. نقوله form1.caption تساوي، مادام فيها تساوي معناها نقدر تأخذ أكثر من قيمة أو نقدر نغير قيمة متاعها باستمرار، ما فيش مشكلة. فتقول form1.caption تساوي، هذه نحن نسموها خاصية. بينما الطريقة مش نفس الخاصية، الطريقة لها وظيفة محددة فقط، تدير عملية واحدة زي CLS زي show وما إلى ذلك. من الأمثلة على الخواص name تكلمنا عليها من قبل لتحديد اسم النموذج في مرحلة التصميم، هذا بالنسبة للنماذج. caption لإضافة عنوان نص يظهر في شريط العنوان. back color لتحديد لون الأرضية على سبيل المثال للنموذج. picture إذا كان أنا حبيت نضيف صورة كأرضية للنموذج نقدر نستخدم خاصية picture. right to left اللي هي مقصود بها من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين زي ما أنت تبي، هي عادة تكون من اليسار إلى اليمين، ولكن لما تبي الاتجاه بتاعها عربي حتغيرها right to left، حتكون قيمتها true بدل false، وإذا كان تبي اتجاهها من اليسار إلى اليمين حتكون قيمتها false. يعني لو أنا نبي نغير اتجاه الفورم من اليمين إلى اليسار حنجي نقول في الخواص متاعها يا أما نعدي الخاصية right to left من صندوق الخصائص ونغيرها إلى through، أو نجي في البرنامج متاعي ونقول له form1.right-to-left تساوي through، نغيرها إلى through. وهذا حنجربوه كله، بس نحن نأخذه نظريا بس كيف يشتغل وحنجربوه عمليا. الوظيفة هي وظيفة أو دالة يتم استدعاؤها لتنفيذ مهمة محددة. زي شنو؟ مثل ما ذكر سابقا، ويتم استدعاؤها مباشرة باستخدام الأداة والنموذج. زي الفورم شو، فورم شو، هذه طريقة يعني وظيفته أنه يعرض الفورم. عندنا بالنسبة للفورم مجموعة من الطرق زي CLS اللي هي تمسح الفورم، زي موف اكس 1 وهذا الموقع امتاحها على الشاشة، تقدر تاخذ كأنها الأبعاد البعد الأفقي والبعد العمودي، مثلا تبي تحركها الفورم من مكان إلى مكان تقول له موف، تحط قيمة اكس بالأرقام وتحط قيمة واي بالأرقام عشان يحركها من مكان إلى مكان. حنجو إن شاء الله ناخذه بس جزء عملي عليها عشان تكون العملية مفهومة. نبو نتكلم توا على كيف الكلام اللي احنا بنطبقه الأحداث والطرق والخصائص نبو نطبقوهن عمليا، نبو نطبقوهن عمليا كيف يشتغلن عشان نستوعبوا الفكرة متاعهم. لنفترض أني أنا عندي بالشكل هذا الفورم، عرفنا المرة الماضية كيف أنا ننزل أدوات على الفورم متاعي. مثلا لنفترض أني أنا نبي ننزل أدوات، كيف نبي ننزل أدوات؟ يعني نبي ننزل كوماند، نبي ننزل تكست، نبي ننزل ليبل. نبي ننزل على سبيل المثال 2 كوماند بالشكل هذا، درت كوماند 1 وكوماند 2 دبل كليك دبل كليك بالشكل هذا، خذيت انا الكوماند، ننقل الكوماند بهذا الشكل، هذه كوماند وهذه كوماند 1 نقلتهن. نقدر ايضا ننزل بالشكل هذا تكست 1 تكست 2. طبعا لاحظ كل ما ننزل ندير دبل كليك، عرفنا المره الماضيه كيف انا نقدر ننزل ادوات بمجرد ما ندير دبل كليك على الأداة تنزل، ولكن تنزل في نص الفورم عندي. ونقدر أيضا ندير كليك واحدة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت، هاهم بنجي نطبقها، ندير كليك نسحب، لاحظ علامة الزايد عندي، نرسم أنا التكست اللي أنا نبيها بالشكل هذا، عندي تكست 1 عندي تكست 2 وعندي أيضا تكست 3.
نبي ننزل ليبل. طبعا الأداة متاع الاي هذه هي ليبل، لاحظ الهنت متاعي، الوصف متاعي، نقدر ندير دبل كليك يعطيني ليبل 1 ننقلها نحطها بهذا الشكل، ليبل 2 ايضا بهذا الشكل. لاحظ الرقم اللي ظهر عندنا، هذا هو اللي تكلمنا عليه في الطريقة موف، انه ياخذ رقمين، هذا الاكس 1 اللي دوينا عليها قيمة اكس وهذه قيمة واي. يعني انا لو نبي نحرك اداة من مكان معين الى هذا المكان لابد نقول له مثلا نكتب الموف، الطريقة موف، ونكتب البعدين اللي هو الاكس والواي. ننزل ليبل واحد ثاني بهذا الشكل، نزلت ليبل اخر. تو انا نزلت على الفورم الاداة متاعي، نزلت ليبل 1، ليبل 2، ليبل 3، تكست 1، تكست 2، تكست 3، كوماند 1 وكوماند 2. قلنا التكست هو مربع نص يستخدم لادخال قيمة، يستخدم لادخال قيمة. الليبل 1 او الليبلز بصفة عامة هو صندوق عنوان او شريط عنوان باش يصف ما امامه، ولذلك سموه العنوان او شريط عنوان، شريط عنوان او مربع عنوان، مش زي هذا اللي هو النص. الليبل يصف ما امامه، يعني زي ما قلنا لو نحن نصمه في شاشة فيها بيانات موظف، الصندوق الاول او التكست الاول بنكتب فيه اسم الموظف، بنكتب اسم الموظف انا عشان ندخل اسم الموظف، فلا بد ان نصف البوكس هذا انه مفروض يدخل فيه اسم الموظف بالشكل هذا. وقلنا ايضا ان الخواص زي الخاصية هذه زي الاداة الليبل، لاحظ ان بروبرتيز ليبل 1 يعني خواص ليبل 1، وقلنا ان الاسم نيم هذا الاسم في البرنامج، والكابشن هذا الاسم الظاهري، يعني الاسم الظاهري اللي هو يبان قدام المستخدم اللي هو الموظف، لان نحن لابد نغير الاسم الظاهري، لان احنا نشتغل باللغه العربيه، فلابد الاسم الظاهري قدام الموظف اللي يشتغل على الجهاز يبان عنده الاسم الظاهري باللغه العربيه. لنفترض ان هنا نبي ندخل عنوان الطالب او اسم الطالب، اسم الطالب نجو نكتبه باللغه العربيه في خاصيه نيم او خاصيه كابشن، نكتبه اسم الطالب. لاحظ اني انا كتبت في خاصيه كابشن هنا اسم الطالب، ومجرد انا كتبت اسم الطالب في المكان هذا ظهر عندي اسم الطالب في المكان اللي موجود عندي هنا، ظهر اسم الطالب في المكان اللي موجود عندي بالشكل هذا. كويس، لو نفذت انا البرنامج، لاحظ معايا لو انا نفذت البرنامج هكي، شغلت انا البرنامج، لاحظ ان هنا اسم الطالب، هنا اسم الطالب، هنا ليبل 2 زي ما هي، ليبل 3 زي ما هي. كويس، هذه طريقه لتغيير الخواص. في طريقه ثانيه لتغيير الخواص اللي هي عن طريق البرمجه، يعني تكتبها كتابه عن طريق البرنامج، الطريقه هذه اثناء التصميم نسموها اثناء التصميم، والطريقه الثانيه عن طريق البرنامج. كيف نبدل بين الكود وشاشه النموذج؟ طبعا من مستكشف المشروع، من مستكشف المشروع عندي زرين، زر يسموه محرر الكود اللي هو فيو كود، وزر اخر نسموه نحن الفيو اوبجكت اللي هو يوريني الشاشه. لو قلنا هيك معناها شاشه النموذج بالشكل هذا يعطيني شاشه الكود، ركز معايا، لو ضغطت هنا يعطيني شاشه النموذج، لو ضغطت هنا يعطيني شاشه الكود. كويس، نبغى نتكلم توا اللي تشوف فيه الكلام هذا، اللي تشوف فيه كلام هذا اول ما يعطيني على جنرال، لو جيت انا هنا على الفورم 1 قال لي برايفت سب فورم لود، هذه اسم الأداة وهذا الحدث. كيف يعني الحدث؟ يعني عندما يتم تحميل الفورم يتم تنفيذ الإجراء اللي بين البرايفت سب فورم لود وبين انت سب. الحدث هذا حدث نحن نسموه حدث لود، لما نحمل الفورم تظهر الفورم على الشاشة، عند التنفيذ يتم تنفيذ بين برايفت سب فورم لود وبين انت سب. هنا انا واضحه برايفت هو خاص، سب اختصار كلمه سب روتين ولا سب بروجرام، يعني اجراء خاص عند تحميل الفورم، عند تحميل الفورم يعني عند استدعاء الفورم
وتطلع يتم تنفيذ الإجراء اللي بين برايفت سب وإنت سب. كويس، أنا نبي نعطيه أمر أو بنكتب له أمر نقول له لما تحمل الفورم يا ريت تعدي تغير لي ليبل 2 اللي موجودة هنا إلى عنوان الطالب. كويس، نحن عارفين اسم الأداة، فنجي على طول نقول له ليبل، ركز معايا لأن تو حنقعد نبانو الكلام اللي كنا ندوه فيه نظريا يبدأ يبان علينا. قلت ليبل 2، بمجرد ما ندير الدوت النقطة اللي هي تفصل بين الأداة والخاصية أو بين اسم الأداة والخاصية واسم الأداة والطريقة، مجرد ما ندير دوت لاحظ أنه يعطيني هذين كل مجموعة الخواص والطرق. مجموعة الخواص والطرق، كيف نغير الاسم الظاهري؟ طبعا نحن قلنا أن يتغير الاسم الظاهري عن طريق خاصية كابشن، عن طريق خاصية كابشن. يعني أنا أقول له ليبل 1 أو ليبل 2 دوت كابشن، مجرد ما ندير سي ركز حيجيب السي، لو نضغط الاي حيجيب الكابشن بس، هذه سي هذه سي. فمجرد ما نلقى الأداة متاعي يشير عليها مجرد ما نضغط على سبيس هيقول لي ليبل 2 دوت كابشن. الكابشن هذه خاصية ونبي نعين لها قيمة، يعني الخاصية كابشن للليبل 2 نبي نعين لها قيمة. شو القيمة اللي بنعينها له؟ اني بنقول له راهي حتكون تساوي عنوان الطالب، تكون تساوي عنوان الطالب. لما تبي تكتب باللغة العربية دائما يفضل انك تدير علامات التنصيص البداية والنهاية قبل ما تكتب بيناتهم. ليش؟ لأن في اللغة الإنجليزية عادي تقدر تبدأ بالعلامة التنصيص وتكتب إنجليزي وبعدين تسكر علامة التنصيص، في اللغة العربية قد يخلق بعض المشاكل، ولذلك ندير تنصيص البداية ثم ندير تنصيص النهاية وبعدين نعاود نحشر المؤشر بيناتهم ونبدأ نكتب، نبي نكتب عنوان الطالب. تو لعند تو نحن ندعو على خاصية كابشن غيرناها عن أثناء التصميم، وتونا نبي نغيرها أثناء تنفيذ البرنامج. أثناء تنفيذ البرنامج عن طريق شنو؟ عن طريق برنامج أو كود كتبته له أنا في داخل البرنامج. ركز معايا، لو جينا هنا على الفورم، لو جينا هنا على الفورم اسم الطالب ليبل 2 مازال زي ما هي، لو ننفذ البرنامج متاعي شن تلاحظ؟ لاحظ ان ليبل 2 انكتبت عنوان الطالب. منين جت عنوان الطالب هذه؟ جت من تنفيذ الفورم، وانا قلت له عند تحميل الفورم عدي للليبل 2 وغير الكابشن بتاعها الى عنوان الطالب. كيف عرفت عند تحميل النموذج؟ لان جاي في في البروسيجر او في هذا الاجراء قلنا برايفت سب فورم لود، يعني اجراء خاص عند تحميل النموذج ينتهي الإجراء بإند صب. بإند صب هذه خاصية، ليش؟ لأنها أخذت قيمة، أخذت قيمة. لو طريقة ما تأخذش قيمة، لأن الطريقة لها وظيفة محددة، لها وظيفة محددة فقط، مش زي الخاصية، مش زي الخاصية. خلينا نجو باهي نحن عشان نفهمه أكثر، عشان نفهمه أكثر شو الفرق بين الحدث والطريقة والخاصية. الكوماند 1 عنده اسم ظاهري، الكوماند 1 عنده اسم ظاهري. الاسم الظاهري هذا هو كوماند 1. لنفترض ان نبي عندما نضغط على الكوماند 1، عندما نضغط على الكوماند 1 نبيه يظهر لي الشاشة الثانية اللي هي الفورم 2، ولنفترض ان الفورم 2 اسمها شاشة البيانات الدراسية على سبيل المثال. خلونا نعدوا للفورم 2، هذه الفورم 2 منين جيتها؟ جيتها من مستكشف المشروع، جيتها عبارة عن اني درت دبل كليك على الفورم 2 في مستكشف المشروع. الفورم 2 لنفترض اني انا نبي اسمها بدل فورم 2 نبيها شاشة البيانات الدراسية على سبيل المثال، فنجي للكابشن متاعها هنا في الفورم 2 ونقول شاشة شاشة
البيانات الدراسية أو العلمية على سبيل المثال. لاحظ معايا أن عنوان الشاشة من فورم 2 أصبح عنوانها شاشة البيانات العلمية، لكن ما زالت اسمها فورم 2 في البرنامج. يعني لما نجي بتعامل معها أنا كمبرمج ما نقولش عدي لشاشة البيانات العلمية، ولكن نقول له عدي للفورم 2، لأن الاسم اللي غيرناه هو الاسم الظاهري، ظاهريا أمام المستخدم فقط، ظاهريا أمام المستخدم بالشكل هذا. ولاحظ أن نحن قاعدين هنا بروبيرتيز فورم 2، يعني ما زالت اسمها فورم 2. لنفترض أني بنغير اسم الفورم 1 أيضا الاسم الظاهري نتاعه إلى شاشة البيانات الشخصية مثلا، نقول نغيروا شاشة البيانات الشخصية. بالشكل هذا أنا عندي شاشتين، شاشة بيانات دراسية أو علمية وشاشة بيانات شخصية. هذا ظاهريا الأسماء هذه، لكن علميا أو في البرنامج هو اسمها فورم 1 واسمها فورم 2. في البرنامج اسمها فورم 1 واسمها فورم 2. لنفترض أني أنا نب البطمة هذه أو الكومنت زر الأمر هذا ينقلني إلى شاشة البيانات العلمية. بمجرد ما نضغط عليه ينقلني إلى شاشة البيانات العلمية. أركز معي، لو قلت F1 توا أو F5 شغلت البرنامج، لو نضغط هنا ما ينفذش في أي عمل Command 1. لاحظ أنه ما ينفذش في أي شغل، بيانان به ينفذ عمل كويس، يعني على سبيل المثال يعدي للشاشة الثانية. أول حاجة نغير اسم Command 1. لاحظ معي أني يعني لما درت كليك على الفورم خصائص فورم 1 عشان تقعد عارف أنت، لو درت كليك على Command 1 الخصائص بروبرتز كوماند 1، نبي نغير الاسم الظاهري متاعها على سبيل المثال ونقول شاشة البيانات العلمية أو الدراسية، فيش مشكلة. أوكي، هذه شاشة البيانات. يعني أنا شنو نبي ندير عشان نفهمه؟ إن لما نضغط على هذه شاشة البيانات العلمية نبي ينقلني للشاشة الثانية. غيرت الخاصية متاعها أو الشكل متاعها عن طريق خاصية كابشن، وقلنا إن لما بنغير خاصية كابشن إما الخواص من طريق مربع الخصائص أو صندوق خصائص أو في داخل البرنامج متاعي نقول له عدي للقطعة زي هذه كوماند 1 اسمها، نقول له كوماند 1 دوت كابشن تساوي، ونحط فيها شاشة البيانات العلمية. لكن توا ما زلنا نحن ما برمجناش حاجه، لاحظ اني نضغط ما فيش حاجه. اوكي، نرجع مره ثانيه للشاشه بس نحن عشان نشرحه. لما نبي البطمه هذه نضغطها تجيب لي الشاشه الثانيه، هذه نحن نسموها حدث، يعني عند النقر على كوماند 1 نفذ الاجراء كذا، عند النقر على كوماند 1 نفذ الاجراء كذا. تعالنا ندير نقر. لاحظ مجرد ما درت نقرتين عليه جاب لي شاشة. طبعا هذا الإجراء اللي درناه بدري شوية، اللي هو إجراء يتم تنفيذه عند الحدث تحميل الفورم. Private Sub Command 1 Click، Private Sub Command 1 Click يعني إجراء خاص عند النقر على Command 1. أي حاجة نكتبها بين Private Sub Command 1 Click وبين End Sub يتم تنفيذها عند النقر على Command 1، يتم تنفيذها عند النقر على كوماند 1. لنفترض اني انا نبي عند النقر على كوماند 1 تظهر عندي الفورم الثانية اللي هي شاشة البيانات الدراسية او شاشة البيانات العلمية. شنو اسم هالفورم؟ اسمها فورم 2. فنقدر نجي نقول لا فورم 2. لاحظ ان نحن سميناها شاشة البيانات العلمية لكن هذاك اسم ظاهري. في البرنامج ما دامني ما غيرتش اسمها عن طريق خاصية نيم معناها مازال اسمها فورم 2 دوت شو. مجرد ما نضغط على حرف الاس يجيب لي باقي الكلام، نضغط سبيس. هنا فرق، لاحظ ان هذه فورم 2 دوت شو هذه اسمها طريقة ملهاش قيمة. لاحظ ان هذه اسمها خاصية label 2.caption خذت قيمة. الخاصية تأخذ قيمة، الوظيفة لها عمل معين فقط.
دوت شو معناها وظيفتها فقط تعرض الفورم. تو هنا نقول له فورم 2 دوت شو معناها اعرض الفورم فقط، اظهرها لي. يبقى هذه طريقه او وظيفه، هذه خاصيه. هذا حدث عند النقر على كوماند 1، امشي عرض لي فورم 2. عند الحدث تحميل الفورم، غير خاصيه كابشن للليبل 2 الى عنوان الطالب. خلونا نجرب الكلام هذا. لو جيت قلت F5، لاحظ ان اسم الطالب هذه مغيرينها من صندوق الخصائص مباشره. عنوان الطالب جينا قلنا له عند تحميل الفورم غير لي ليبل 2.caption الى عنوان الطالب. لاحظ اني عندي شاشه البيانات العلميه ايضا غيرنا الكابشن. تو نحن شن درنا؟ درنا حدث للبطمه هذه، درنا حدث. شن قلنا له؟ قلنا عند النقر على البطمه هذه اللي هي زر الامر، نبيك انا تعدي تجيب لي شاشه البيانات العلميه. نجربوا نجول شاشه البيانات العلميه. لاحظ هذه شاشه البيانات العلميه، لاحظ ان جبليه. ليش؟ لاني انا بمجرد ما نقرت على، انا اعطيته حدث هنا، قلت له عند النقر على هذا الزر جيب لي شاشه البيانات العلميه. نعاود مره اخرى. لاحظ لو قفلنا، جيت قلت له ضغطت هنا، شو بيدير؟ بيجيب شاشه البيانات العلميه. لاحظ شاشه البيانات العلميه. ف هذا لابد نفرق بين حدث، حدث يعني إجراء خاص أو عمل معين يتم تنفيذه عند إجراء معين، يعني عند النقر، عند النقر المزدوج، عند يعني هذا كله نسموه نحن حدث، حدث معين، يعني عند حدث معين ينفذ إجراء. الطريقة والخاصية، الخاصية تأخذ قيم زي خاصية كابشن، ممكن تغير قيمة متاعها. زي خاصية نيم، تقدر تغير اسم الشاشة أو الفورم، تقدر تغير اسم التكست، تقدر تغير اسم الليبل، هذا كله تقدر تغيره عن طريق الخاصية. بينما الطريقة لها عمل معين فقط، له وظيفة معينة، إما يعرض أو يخفي، يدير هايد مثلا، يخفي أو يحرك من مكان إلى مكان. الأساس في الباب الرابع هو أنك أنت تفهم شنو معنى حدث، شنو معنى خاصية، شنو معنى طريقة، تعرف وظيفة الليبل، تعرف وظيفة التكست، وتعرف وظيفة زر الأمر. بهذا الشكل خذينا فكرة إن شاء الله عن الخاصية والطريقة وكذلك الحدث. حنتطرقوا لهم في مثال عام إن شاء الله. الحصة الجاية حنتكلموا سريعا على الليبل، وتكلمنا عليه سابقا شنو هو الليبل، ونتكلموا أيضا على التكست اللي هو مربع النص، ونتكلموا أيضا على زر الأمر اللي هو الكوماند بوتن. هذنا كل تكلمنا عليهم، حنتطرقوا لهم سريعا. بعدين بإذن الله حنتطرقوا إلى مثال عام، نحاولوا أن نرجع مرة ثانية، نحاولوا أن نثبتوا شنو الفرق بين الخاصية والوظيفة والطريقة. بهذا الشكل انتهت إن شاء الله الحصة بتاعنا لهذا اليوم، ونلتقي إن شاء الله الحصة جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.